السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس وعدتكم أن يستعرض لكم صندوق المشاعر ريت. هذا أول صندوق مخصص للاستثمار في مكة والمدينة. الاكتتاب يبدأ اليوم وينتهي يوم الثلاثاء، أي 5 أيام عمل. صندوق المشاعر ريت أول صندوق لا يوجد من ضمن اشتراكاته حصص عينية. هو أول صندوق مخصص للاكتتاب 100%. حد الأدنى للاشتراك 10,000، قيمة الوحدة 10 ريال. حد الأعلى للاشتراك 28,600,000 ريال. إن الصندوق مخصص المكة والمدينة، في اللي يكتتب فيه فقط السعوديين والشركات السعودية وصناديق الاستثمار. الصندوق عنده الآن 3 أبراج يملكها 100% في مكة. زي ما أنتم شايفين المستأجرين أسماء قوية جدا، أقل فترة تأجير 4 سنوات ملزمة. أسرع طريقة للاكتتاب أنك تروح لصراف بنك الإنماء وتكتتب عن طريقة، إذا كان لك حساب في البنك، وإذا ما كان عندك حساب افتح عندهم حساب واكتتب على طول. متوسط العائد 5.35، هذا يعتبر جيد. في عندك عدة ميزة، الأول أن في مكة والأصل نفسه يرتفع قيمته مع مرور الوقت. الشيء الثاني، أنت ما أنت مسؤول عن الصيانة ولا عن التحصيل، وخروجك ودخولك سهل جدا في الاستثمار. للتذكير، الاكتتاب عن طريق بنك الإنماء وفروعه، ولا تنسون إن ما في أحد استثمر في عقارات مكة وخسر. مبروك لكم مقدما، سلام عليكم.